تفضلت بالإشارة إلى ربما معالجات أو خطى على طريق المعالجات واحتضان يعني وتفتيت البيئة الحاضنة وإعادة المصالحة المجتمعية من جديد، هل هناك من يعني معالجات أخرى ربما أو حتى تجارب من الممكن الاستعانة بها؟ يعني عادة الاستعانة بالتجارب قد لا يعني لا تكون مفيدة 100%، ممكن بعض الأشياء أولا لاختلاف السيستم السياسي، لاختلاف البيئة المجتمعية، لاختلاف الموارد الاقتصادية والوضع المالي للبلد، لكن يعني في العراق طرحت ووضعت آليات عدة من باحثين من منظمة أو منظمتين يعملون بشكل حقيقي فيما يخص المصالحة المجتمعية أو السلم المجتمعي والتعايش السلمي، لكن الموضوع ما يوصل للحكومة يوصل إلى مراحل خريبة، يوصل إلى مراحل للأسف لا تفكر بآلية الدولة بل يفكرون بآليات وبعقليات السلطة. صرفت ملايين الدولارات إن لم تكن مليارات الدولارات من 2006 لحد الآن على المصالحة المجتمعية، وأعتقد صارت وزارة الدولة للمصالحة المجتمعية وكان أكو مستشار للمصالحة المجتمعية، كل هاي ما تركت شيء على أرض الواقع، كانت أموال تصرف وتهدر رغم أن هناك جهود حقيقية تبذل من قبل البعض. النقطة الخاصة بكيفية إيجاد معالجات لمنع عودة داعش أو أنه عودة اقتناع البعض بتنظيم داعش، ما زال هناك من يقتنع بداعش، الموضوع فكري مو الموضوع يخص انتماء مثل قبل يقولون يعني الكل بعث ولا لم ينتمي. القصة وين؟ القصة تكمن في أن الإنسان يعني نتحدث عن أرقام يعني أو على الأقل تصورات سيد مصطفى، عندما نقول يعني هناك من لا زال يؤمن بأفكار داعش نقطة. هي ربما لانها يعني مهمه حقيقه تحصين هيك اشياء. لا 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 اعتقد يعني نكذب ان تحدثنا انه هناك ارقام، انت هاي فكر ناس ما تقدرين تفوتين العقل الاشخاص ونحصي.